اهلا وسهلا. هذا الاستوديو بيصير الاكشن. هو مازال قيد تطوير الاستوديو مش كامل، بس الكويس فيه ان فيه فور سيتنجز. هذه واحدة للاخبار، اطلع عليه نيوز روم من الدورة، واحد قاعد هون عنده الاوتو كيو. ماشي الاوتو كيو ليك لا لا برومتور هاي عندنا جرين سكرين هوني لو بتسجل حاجه، وبيهايند ذا جرين سكرين نجم نعمله هديه يعمل لك ريفيو. واو رجع رجع الجرين سكرين ريل تايم عاد ليك بجرين سكرين هدي ريل تايم. وعندنا سيتنجز واحد اخر هوني للبرامج الرياضيه والبرامج السوفت تكي، لما حد البرزنتر انيماتور يقعد واقف وبهدا ال LCD. هذا للايكو، هذا ساوند ساوند بروف ايزوليشن. بس ولا طول الريجي ريجي يلا جاليري جاليري عادة ما هوش مرتب هيك، بس اليوم مرتب عادة في برشا مرتب. اوه جدا جدا، بس فيه اي عندنا الفيجن مكسر غادي باش يقصوا الصوره. هذه اللي سجل اللي سجل هاي المفروض يسموها اكاديميه اكاديميه كيو اكشن هاي بروجكت هاي بروجكت سكرو. اي يسجل في سنه واحده المفروض اربعه ثلاثه. شكون هذا؟ يتحكم حتى شكون هذا؟ يسجلوا به. سجلوا بيه. شو اسمه أيوب؟ أيوب شو اسمه الجهاز؟ الحديث ما عندوش تسمى لأن احنا ركبناه، جبنا أكثر من قطعة وركبناه. لا لا شكون هذا اللي في الصورة؟ آه ريو. 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 هنتلاقى مع ريو. هنتلاقى مع ريو بعدين. هنوريك ريو. ممكن نشوفه مكان تاني؟ أوكي. نمشوا هنا. هنا النيوز روم. يعني يوم نكتب الأخبار الناس. هو مشروب بيسمي ذا اكشن هنا بتاع كمتدربين، يعني معظمهم عندنا متدربين يدربوا هوني. اثنين ثلاثة هنا كل يوم نعمله في مورنينج ميتينج وين نكتبوا في الاخبار هوني القصص اللي بنغطوها اليوم. بث بالحقبنا او بث بث اونلاين نعمله على فيسبوك لايف، بس ننتجوا في برامج وننتجوا في اخبار اكثر شيء. اوكي في قسم جديد اللي هو ليه سنتين، هو عمر المكتب كله 3 سنين فيما، بس من سنتين فاتن عملنا قسم جديد للانيميشن برودوس انيميشن بالضبط. هذا هو الكرييتيف بيبل شفتم اطول. ذا جيمر ذا هذا جيمر CSGO CSGO ما تسمى يحرك في الانيميشن أماكا. حسن تدرب معنا أهلا أمرحبا هو صحفي حنشوفه بعدين غادي يشغله. هذه تقريبا قسم مترو مربع ها؟ مترو؟ مترو كله كله؟ آه. والله ما نعرف بس كم تقول؟ 200؟ 200 اكيد 200 200 هذه ترفع ذيك هوك 2000 هنا 2000 هنا عندنا open space وفي نفس الوقت نصوروا فيها في برامج لو تشوف الضيء فوق الترس فوق اوكي هو ريسبسيون بس نصوروا فيه حتى برامج الاثنين يعني نعملوا فيه صوفة هوني ونصور فيه برامج حوارية وهي لا نستغلوا فيه وهي لا لا جايد هوني التيم كله صورة اي من معظم الجنسيات يعني عندنا بروجكت مانجرز دوز فرنساويين عندنا انجليز اكيد من بي بي سي برشا ليبيا توانسه جزائريين تو عندنا مكتب جزائر مصريين عندنا مصريين من جنسيه عربيه كمان جنسيات هذوما فلسطين لبنان استراليا اوكي مالتي كالتشر لو تشوفوا هنا هذا الانيميشن نحن تو قاعدين ننتجوا في فيلم صغير مدته 40 دقيقه انيميشن كله الفيلم كتبوا ربيع بس انا نوريك ان كيف يحركوا في الافلام وكيف يعملوا في الصوره بتاعه وعبد الله
عبد الله احد الرسامين يرسم في حجرته. عبد الله واحد اللي يرسم عندنا في انيميشن, وفي احمد الشكري غادي حتى هو يرسم قاعه غادي اراضي كنحب شي, بس هو اللي يرسم في الكاركترز بتاع الانيميشن. عندنا مصطفى اللي كاتب كاتب الفيلم في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر. مروه شيز برودكشن في تونس. مروه تفكير تعرفها على خير. نمشي غادي انا الناس اللي يكرهوا الناس الكل المانجمنت هاني. انا قسم البرامج هوني المانجمنت والاسيستنت بتاعهم غادي فاينانس اكثر حد مكروهين. هذا البيرو بتاع مديره المشروع وهذيك ريال هذه اللي اليوم بس كاترين. اليوم برك يعني كل نص الشيء اليوم برك. عندنا حتى هو من الأقسام الجديدة اللي ممكن سنة فاتت اللي هو الريسيرش. ريسيرش ايه هو قاعدين هوني الاستقصاء. هذه واحد منهم اوفيسر ريسيرش اوفيسر. هذه اوكي اي نعمله في الإديت هوني اللي هو المونتاج. اوكي هوني عندنا زوز بوتس. هذا ما يزهم سامة هافا بيتزا في بيتزا نايس. وعندنا زوز ميتينج رومز وين نعطوا في التريننج. نحن ولنا مشروع التريننج شكون التارجت التارجت نمبر 1 يوث ضروري يكون عمره ما بين 18 او 34. سكند كريتيريا ناخذ فيها لو ترينيز على الليبيين نحاول نختاروهم من معظم مناطق ليبيا مش من منطقه واحده ولا مدينه واحده. لازم يكونوا متوزعين جغرافيا. و 50 women 50 men حتى هذه حاجه كويسه ان نختار. ولو اخترنا 10 وحدين 5 رجال 5 شباب. اوكي ثانك يو. اي ثينك اتس اديل اديل تيمز. التيمز هذه صورناها في لندن. هذه في مانشستر صورنا برنامج. هذه صورناها هون في تونس برنامج حوار مشترك. ممكن نشوف الصور اخرى. السلام عليكم. محمد شو فيك غادي صباح الخير. مرحبا. اللي ما يحبهمش حد واحد من اللي ما يحبهمش حد اي هوني فاينانس. فاينانس اي ثينك اتس هو مفتوح عاده بس اليوم مسكر. اوكي دونك ثانك يو فيري ماتش فور ذا تور. Thank you, Karim. Thank you. و BBC Media Action برجي لك new open opportunity for youth. Training. I mean. Training cycles. The youth في journalism photo. لا هذا نمش نمش. That's. يا ريت البيرو ديما مفتوح وأي حد يقدر يزوره. أي عنده أي سؤال. عطوا. مثل اليوم بس. بس أي سؤال يقدر يجي. Okay. Thank you very much. Thank you. Merci.